يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مع القناة مروكو ميديا نيوز، مباشرة مع الحبيب سيدي نو رئيس نادي حسنية أكادير، الذي سنتحدث معه حول مستجدات فريق حسنية أكادير فيما يخص الشركة الرياضية. مرحبا بك الحبيب سيدي نو. السلام عليكم، مرحبا، اهلا وسهلا، وتحيه للجماهير الرياضيه اللي كتتبع القناه ديالكم. مرحبا واهلا وسهلا. جزاك الله خير. السؤال الاول سي الحبيب سيدي نو، في تحدث لنا عن الشركه الرياضيه عموما اللي الحسنيه دارت هذه الايامات وافتتحتها وحصلت على السجل التجاري ديالها. الشركه الان دابا القانون كتعرف باللي القانون 30 صفر تسعود، نعم، في البنود ديالو 15 حتى ال 21، نعم، كان كيتطرق لهذا الموضوع ديال الشركه، نعم، بمعنى ان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم طلبت من الانديه باش انها ماشي تحول الى شركات، بل تخلق تاسس شركات بجانب الجمعيات اللي كانت موجوده منذ زمن. نعم. فالحسنيه كجميع الانديه المغربيه تبعت واحد المسطره وتبعت لا بروسيدور باش انها تدير شركه تجاريه بجانب الجمعيه ديال الحسنيه تكادير. فهاد العمليه هذه بدات هذه تقريبا سنتين، ولا عقلتي سي محمد، هو هاد المشروع بدا بواحد الاجتماع اولا ديال المنخرطين في جمع عام استثنائي باش نديروا المطابقه ديال القانون الاساسي ديال الجمعيه مع المقتضيات ديال القانون 30/06. دوزنا داك الجمع العام، ومن بعد درنا كاع جميع لي بروسيدور و جميع الملفات اللي كانت القانونيه، المسائل القانونيه القانونيه، حتى وصلنا للسجل التجاري في المحكمه ديال اكادير. يعني الان عندنا جميع الوثائق وجميع اللي باش تخول لينا باش اننا نكون نخلقوا شركه. الان شركه تخلقات وخصنا دابا ندوزو لزيطاب الاخرين. هو واحد المساله استاذ تتبادر للاذهان ديال الناس كامل، هو انه فعلا هو واحد التصور الاجرائي والقانوني قمتوا به الان انه تاسس شركه، ولكن هل هو فيه احنا الان في المباشر؟ نعم استاذ، نعم، حيت عندي واحد لا كومونيكاسيون ديال خصني واحد فقط فقط واحد. نعم، خذ وقتك. انا نقطع الصوت. هل قطع؟ نعم. في انتظار عودة السيد الرئيس الحبيب سيدي نو، شكرا للحضور الكريم، وان شاء الله اللي عنده شي تساؤل ربما يقدر يعطينا يوضع التساؤلات ديالو في التحت هنا. غنسني مير كلشي ما غادي لا غادي تمازير كلشي اكدود الحسنيه وكادير، غنسني مير غنقل بما يوري السي الحبيب سيدي نو. نعم، ولا الدري لك راه التساؤل اللي عنده شي تساؤل يوضعو عبر الصفحه ديالنا ويبوستيه ان شاء الله نطرحو على وهادشي فيما يخص حسنية أكادير و سي الشركه. سي بون، مرحبا مجددا السيد. معذره، سمحوا لي السي محمد، سمحوا لي بزاف. للضرورة احكام هذاك الشيء اللي كان، بارك الله فيك. مرحبا.
قلت بلي انه استاذ كي السيد الرئيس هو انه من ناحيه التصور الاجرائي والقانوني فعلا انه استشارك، ولكن هو واش التصور الاستثماري واش قاد بعين الاعتبار ولا لا؟ لان دابا حنا انه الجامعه قالت الفرق جامعه انهم ضروري في الماده 15 من القانون ديال 30.09 انه ضروري تاسس شركه رياضيه، هو هذا الاجراء اللي هو اجراء كما قلت لك قانوني، ولكن التصور الاستثماري واش المستثمرين كاين مستثمرين مقبلين على هذه الخطوه هذا هو بيت القصيد. هذا هو بيت القصيد في هذا المشروع كله ديال الجامعه. فمزيان اسسوا شركات، نعم تري بيان، والجمعيات يكون كيكونوا كيساهموا في راس مال هذه الشركات. هذا هو القانون، 34% مينيموم ديال الحد الادنى ديال الجمعيات في راس المال ديال الشركات هو 34%. حنا هذا الشيء باش غنساهموا كله، راه كنقولوا للناس راه هو 34% ديال راس المال. لان دابا الشركه كيمكن الجمعيه باش انها يكون عندها 50% او 70 او 80 او حتى 100%. نعم، ولكن علاش غنديروا حنا الشركه تكون في الملكيه كلها ديال الجمعيه؟ نعم، خاص الكابيتال ديال الشركه 34 فقط منه تكون الجمعيه، و 66% اللي بقات تكون ما بين ايادي ديال شركات ومستثمرين مهمين. نعم، لان هذا الشيء خصو مستثمرين كبار مهمين باش تواكب هذه الشركه البطوله المغربيه. الا ما كناش دخلنا لهذا السوق هذا وجبنا مستثمرين فهذا لا داعي باش نزيدو في الطريق. جيد جدا السي الحبيب. بالنسبه تنعلموا جميعا ان الحسنيه واحد النادي اللي هو كبير وعنده واحد ثروه لا ماديه اللي هي كبيره، وكيفاش دابا يمكن نقيموا هذا الثروه اللا ماديه باش يكون انه نعطيوها واحد المبلغ معين اللي يخلي المستثمر حتى هو انه يضخ ديك الاموال اللي تتساوي مثلا انه راه دخل على واحد الثروه كبيره اللي هي الاسم ديال الحسنيه، كاين ليبيان، كاين عطا الله، اذا واحد الثروه لا يستهان بها. الحسنيه يمكن بها اولا تجيب العقود ديال اللاعبين، هذه الاولى، حيت عندها واحد العقود ديال اللاعبين المحترفين، راه كيمثل واحد العدد ديال الفلوس، واحد الرقم مهم ديال الفلوس، لان كاين 26 او 28 لاعب محترف وكل كونترا راه مهم، وكاينين خبراء اللي كي يقيموا هاد لي كونطرا وكيعطيو واحد لا فالور ديال اللاعبين اللي غتجيب الحسنيه. من بعد الحسنيه يمكن لها تجيب اللوغو ديالها والالوان ديالها والتاريخ ديالها والالقاب ديالها، هادو هما دوك لي فالور ايماتيريال اللي هضرت عليهم دابا نتايا. هادو كاين ثاني خبراء اللي كيعطيوك لا فالور القيمه ديال هاد المسائل هذه. هذه الحاجه الثانيه. والحاجه الثالثه هو انها الحسنيه عندها الممتلكات، يمكن تجيب واحد من الممتلكات ديالها تدخل به للشركه باش تزيد ديك 34% من راس المال يكون كبير باش يلزم المستثمرين اللي غادي يجيو حتى هما باش يجيو باموال مهمه. ولكن هاد الممتلكات وهذا الشيء كله ما يمكنش يدار الا ما كانش واحد الجمع العام استثنائي ديال المنخرطين باش يحسموا فيه وياخذوا فيه قرار، ماشي فقط الرئيس او المكتب اللي ياخذ القرار ديال هاد الممتلكات العسنيه واش تدوز ولا لا للشركه. كان اللي كيقول دابا الشركه، انتم دابا الشركه ديال الحسنيه درتوا الكابيتال ديالها راس المال ديالها 300 ألف درهم
وانتم معروفين ما عندكم الارض هنا والارض هنا، احنا عندنا ارض في تيليلا، عندنا لاكالغي، لاكالغي في شارع الحسن الثاني ديال الحسنيه، هادشي كله عنده قيمه كبيره بزاف، ولكن ما يمكن ليناش حنا ناخذوا شي حاجه ديال الجمعيه ونديروه في الشركه، ما يمكنش. هي كيخص الجمع العام الابتدائي وكيخص المنخرطين يعطيو الراي ديالهم ويعطيو اتفاق الموافقه ديالهم بالاجماع. نعم. ماشي بالاغلبيه، بالاجماع. الا كان واحد قال لك لا غتحبس الاوبيراسيون. هذا هو اللي كاين. هذه المساله مساله اخرى، هو انه المساهمين مثلا هذه الشركه تاسست، المساهمين في هذه الشركه واش عندهم الحق فيما يخص التدخل فيما هو تقني، انه مثلا استقطاب لاعبين ولا مدربين ولا طاقم تقني عموما، واش كشركه، لان انا كمستثمر تنطمح اول حاجه تنطمح ليها هو الربح، هو انا خصني نحقق ارباح. ما 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 المستثمر لا يتعامل بالعاطفه، يتعامل بانه يدخل الفلوس ويستمر ويعرف اشنو واش عنده واحد التدخل في هذه المساله هذه ديال استقطاب المستثمرين. نعم المستثمرين هما عندهم الحق باش انهم يتكلفوا بكل ما هو اداري ومالي ويديروا دي زوديت ويديروا يعني دي كونطابل ديالهم وحسابات مراقبين. نعم. المراقبين ديالهم، ولكن هذه حرفتهم، ولكن نعم. الجانب الرياضي الكروي راه هما غادي يخليو الناس اللي في الحسنيه هما اللي يخدموا في هذا الميدان هذا اللي هو الميدان ديال الرياضه وديال التنقيب على اللاعبين ويعني جلب اللاعبين بيع اللاعبين، هادشي كله غادي يخليوه الناس مختصين، ولكن غادي يكونوا حاضرين بطبيعه الحال في اجتماعات والامور اللي كتخلص اللي كتخص الجانب التقني والجانب الرياضي، وكذلك غادي تكون غادي يكونوا هاد الناس حاضرين في كل ما يخص يعني لورغانيزاسيون ديال ملعب ادرار، لورغانيزاسيون ديال كل ما هو محترف، لان هاد الشركه هادي غادي تكلف بكل ما هو محترف، اما الجمعيه غادي يبقى فيها كل ما هو مثلا لي كاتيجوري ديال لي جون من المدرسه حتى ليكيب سبور غادي يكون تحت السيطره او الا بغينا نقولوا تحت الاداره ديال الجمعيه. نعم. اذا يمكن لنا نقول بانه يبقى دور المكتب المسير اي انحصر في الفئات اللي ديال الفريق، باستثناء الفريق الكبير اللي ربما يكون فيه هو المستثمر هو اللي تكون عنده ورقه اللي يلعب بها كيما بغى ربما. لا ماشي كيما بغى. ما تنساش باللي الجمعيه ديال الحسنيه راه عندها 34% ديال الكابيتال. نعم. فبالتالي عندها الحق تهضر في هاد الامور هذه كلها الماليه، وتعترض على اي حاجه ما بغاتهاش. بيان سور لهذا الشيء راه الشركاء اللي غايجيو معنا ما غاديش ناخذوا الناس يعني اللي غراب على الحسنيه وعلى المدينه وعلى غادي يكونوا في اكادير، والناس هادو مستثمرين اللي كنعرفوهم منذ سنوات وكيساعدوا الحسنيه الى اخره، فبالتالي غادي يكون واحد الحوار دائم في جميع ديال هاد النقاط اللي ذكرتي ليا. ف المستثمر عامل في الثقه في الناس ديال الجمعيه، لان الناس ديال الجمعيه راه كيسيروا الحسنيه وراه هما اللي كيجبدوا دابا من جيوبهم باش يخلطوا اللعابه. هذا الشيء خص يعرفوه الناس المحبين ديال الحسنيه راه ما كتمشاش بوحديتها، راه كاين الناس اللي كيدعموها منهم وفيهم الناس ديال المكتب. فالان مع هذا كورونا فيروس ما بقى حتى درهم كيدخل الصندوق ديال الحسنيه. نعم. هذا من بين الاسئله اللي بغيت نطرح عليك هو جاي، هو انه في هذه الجائحه تتعانيو بيان سور، لان كاين وقف ديال المدعمين ما بقاوش يعطيكم، اذا كيفاش تتعاملوا مع هذا؟ ولكن هذا السؤال يقدر جاوبنا عليه من بعد ما نساليوا هذه المساله ديال الشركه، هو انه بغيت نطرح عليك سؤال اخر اللي تيتعلق بالمستثمرين، واش كاين شي اتصالات بمجرد انكم
قمتوا بهذا التاسيس ديال الشركه، واش كاين اتصالات ديال المستثمرين اللي كان اتصالات كانوا اتصالات قبل كاع ما نشؤوا الشركه كانت اتصالات، وكاين الناس اللي بغاو يجيو، ولكن هذا الشيء كيتطلب شويه ديال الوقت وكيتطلب، لان دابا الشركه راه تخلقات ولكن عندها ان كابيتال ديال 300,000 درهم 300,000 درهم، وحنا مقبلين ان شاء الله على دي زوغمونطاسيون دو كابيتال، لان الحسنيه كجمعيه بعدا غادي تجيب الملفات ديال اللعابه، وغادي تجيب داك اللي قلتي، دوك المسائل اللي اش سميتيها، اللي هذوك داك الباتريمون الاطر التقنيه، الباتريمون ايماتيريال، فهمتي؟ لا مادي، لا مادي، الثروه اللاماديه. ومن بعد ربما غادي يكونوا امور اخرى، غادي تجيب الحسنيه، غادي يكونوا غادي يجيو في اطار دي زوغمونطاسيون دو كابيتال، ومن بعد غادي يجيو دي زوغمونطاسيون دو كابيتال باش ندخلوا فيهم مستثمرين جداد اللي غادي يجيو يدخلوا الحسنيه في الكابيتال ديالها. نعم. كاين سؤال اخر سي الحبيب، هو 10 سنوات اللي تشار ليها في انها هي مده هذه الشركه، واش هي ما تتشوفش انها عائق بالنسبه للمستثمر اللي غاي انفيستي، لان تلقى انه 10 سنوات ربما لا تكفي المضي قدما في هذا الفريق والاستثمار بشكل جدي؟ لا، هذا المده قانونيه ديال 10 سنين، ولكن كيكونوا دي كونفونسيون ما بين قابله للتمديد بطبيعه الحال. الناس ما غاديش يجيو لواحد المشروع اللي غادي يوقف من دابا، لا بالعكس، كيداروا دي كونطرا دي كونفونسيون واتفاقيات باش اذا عموما المستثمر لا خوف عليه لا خوف على المستثمرين، ولا خوف على الحسنية، لان النادي كيخصو يبقى وكيخصو دائما الدعم ديال الجماهير ديالو اولا، هذا هو الاهم، والدعم ديال المستثمرين والدعم ديال السلطات والدعم ديال كاع الناس، كاع الطاقات الاقتصاديه اللي كاينه في اكادير والجهه ديال سوس مسا. شكرا سي الحبيب. سؤال اخر، الجماهير هذه الايام متعطشه لرؤيه الفريق ديالها في الميادين، وتتعرف لانه جات هذه الجائحه ديال كورونا واللي الحمد لله بدات تتجاوزوها تدريجيا، اشنو هو السيناريو المقترح والمرتقب لعوده الامور الى نصابها وعوده التدريب او عوده المنافسات، وعارفين بانه الفريق مقبل على منافسات افريقيا اللي هي مهمه جدا، وحقق واحد قفزه نوعيه في هذا الموسم لانه يلعب دابا نصف النهايه. اشنو هو السيناريو اللي انتم بطبيعه الحال عندكم اجتماعات مع الجامعه، اشنو هو السيناريو المرتقب باش نرجعوا احنا متعطشين الميادين واللاعبين والطاقم التقني، متعطشين العوده الى الميادين والجماهير ولعبه كره القدم. نعم. دابا هو الاول، النقطه الاولى خصنا نعرفوا امتى غيسالي هذا الكونفينمون، نهار نعرفوا امتى غنسالي الكونفينمون، بالتالي غادي نعرفوا التاريخ ديال العوده الى الميادين. ولو اننا الان، لان احنا محظوظين الحمد لله، وهذه مناسبه باش نشكروا المواطنين في هذه الجهه ديالنا والمدينه ديالنا، لاننا طبقنا التعليمات ديال الحكومه وديال السلطات الامنيه والسلطات ديال وزاره الصحه، فبالتالي احنا في لازون رقم واحد، خصنا نطلبوا، راه طلبنا بعدا طلبنا السلطات المحليه، قلنا لهم مادام اننا في لا زون رقم واحد، هذه المنطقه رقم واحد، طلبنا لهم باش يسهلوا معنا شويه التدريب ويسمحوا لنا ولو غير بارسيالمون، يعني بواحد العدد قليل ديال اللاعبين، نبداو التدريب ديالنا في الملاعب الملحقه ديال ملعب ادرار. درنا الطلب وباقي كننتظروا الجواب ديال السلطات المحليه. من بعد خصنا نعرفوا الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم شحال ديال الاسابيع غتعطينا باش نوجدوا الفريق،
اللاعبين كانوا كيتدربوا في ديورهم وفي السطاح وشي امور اللي بعيده عن عن عن, عن تدريب احترافيه، ولكن صبرنا واللاعبين صبروا على هذه المساله هذه وكانوا كيتدربوا في المنازل ديالهم. من بعد مع هاد ملي تزدنا لا زون رقم واحد كيسمحوا لهم الصرودات باش انهم يمشيو يجريو يديروا الفوتينغ يعني كل واحد بوحده يعني بصفه يعني ديال اللاعبين كيمشيو بوحديتهم انفراديه انفراديه. مي خصنا نعرفوا باللي باش نرجعوا للريتم ديالنا العادي ديال البطوله خصنا على الاقل 5 حتى 6 ديال الاسابيع، هذا المينيموم. دونك اذا بدينا في البدايه ديال جويي خصنا نعرفوا باللي راه ما يمكنناش نبداو البطوله حتى 10 ولا 15 اوت. اذا دخلنا عاوتاني في الموسم نعم. وكاس افريقيا نصف النهائي اللي غتلعب الحسنيه راه خصو يتلعب في الاسبوع الاول ديال سبتمبر. نعم. جوج ثلاثة او اربعة سبتمبر لعبوا لي في بركان، ولعبوا الاسبوع الموالي غادي يلعبوا الماتش روتور في اكادير. نعم. وفي حاله ما دازت الحسنيه المقابله النهائيه ان شاء الله باذن الله راه غادي خصنا نلعبوا المقابله النهائيه نهار 28 سبتمبر. دونك هذا الشيء كله يعني متقارب جدا، غادي تلعب هذا الشيء وغادي يدار في واحد الوقت واجز. دونك خصنا حنا ماذا بينا يعني تعطى لنا الان يعني واحد الحق باش ندربوا اربعه او خمسه لا هنا خمسه حنا نصيفطوا غير دابا عندنا كاين ملاعب في ادرار كاين ثلاثه ديال الملاعب ديال التدريب نديروا مثلا خمسه في كل ملعب راه عندك ديجا عندك 15 غادي يدربوا ساعتين ويمشيو ويجيو 15 اخرين راك انت ساليتي التدريب. دونك كنتمناو ان شاء الله السلطات المحليه تكون كتستمع لهاد المسائل ويكونوا عطاو الاهميه لذاك الطلب اللي درنا لهم. ومن بعد فاش تبدا البطوله راه حنا مازال ما عارفين واش غتزيد البطوله ولا ما غاديش. كاين انديه اللي بغات باش تحبس البطوله، كاين انديه اللي بغات باش تزيد البطوله. علاش هاد الانديه كيقولوا ما قادينش على البطوله؟ لان اولا الحاله الماديه ديال 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 الفرق ديال الانديه راه متدهوره جدا. الريال ما كيدور عند الانديه دابا لانهم ما عندهمش لي غوسيت، ولكن كيخلصوا اللاعبين ديالهم والاطور ديالهم والمدعمين اللي كانوا تيعاونوهم. راه هما نيت راه شركات وعندهم مشاكل وحتى هما كيعانيوا من هذه الحاله ديال الكوفيد 19. دونك حنا كنجبدوا الفلوس من جيوبنا وكنعطيو وكنطلبوا من الاخوان ديالنا الاصدقاء ديالنا يساهموا معنا ويتعاونوا معنا في هذه المحنه الضائقه. عندك 80 شخص 80 يعني 80 شخص هي 80 عائله اللي كيعيشوا مع الحسني. دونك ما يمكنش تقول للناس لا حكا راه غير كان كوفيد 19 راه ما عندناش باش نخلصوكم نعاونكم. ما يمكنش اذا هذا اشكال تيبقى هو انه هذا داخل في الكواليس لان الناس راه ما تيعرفوش. هذا الكواليس ما تيعرفوش باللي التجريب اللي كان اللي كندوزو منه الله يحسن عوانكم. مسألة أخرى هو المهم في التحدد ديالك مع الأطر التقنية، واش اللاعبين استطاعوا أنه يحافظوا على اللياقة البدنية ديالهم رغم أنه صعيب جدا صعيب شوية؟ ولكن زعما كان نقول لك واحد القضية أنا فوجئت فاش شفت البيلون ديال اللاعبين. بارك الله قليل اللاعبين اللي زادوا في الوزن، قليل جدا، ماشي 3 ولا 4 ولا دابا شي حاجه قليله. اللاعبين حافظوا على البوا ديالهم لانهم كيتدربوا وكيعطيو اهميه للتغذيه ديالهم وكيعطيو اهميه للنوم الوقت ديال النوم ديالهم. فهذا مشجع، هذا كيعطيك واحد
واحد واحد واحد يعني واحد لو غونسينيمون واحد واحد الخبر يعني باللي اللاعبين راه عندنا لاعبين محترفين بكل معنى الكلمه، لان حتى دوك اللي زادوا في الوزن واللي اللي 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 خرجوا من الوزن العادي ديالهم الرياضي راه خرجوا غير ب 1 كيلو 2 كيلو 2 كيلو ونص 3 كيلو ماكسيموم. دونك هذه راه جد 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 ايجابيه. إذن هناك مجهود كبير ديال خصوصا ديال المعد البدني، لانه هو بطبيعه الحال لان حنايا كيبدا داك الحجر الصحي بعد فجأنا كجميع الانديه وكجميع المغاربه تفاجئنا بالكونفينمون اغلاق الحدود غير مرتقب يعني. غير مرتقب، ما يمكن لك السفر من مدينه لمدينه الى اخره، والتدريب ما كاينينش، الملاعب مسدودين. دونك تفاجئنا بهذا الشيء. اللعابه تدربوا في ذاك الاسبوع الاول شويه بواحد الطريقه غير منظمه، هذا شيء عادي، ومن بعد اعطيناهم الماتيريال ديالهم محترف، يعني الدراجات ديال التدريب لي زالتير لي تابي، واحد العدد ديال الامور ديال الرياضيين في اللي في المستوى العالي. وبالمناسبه كنشكروا مولاي عمر المسعودي اللي عطانا من القاعه ديالو موفوب، اللي عطانا الماتيريال باش اللاعبين يتدربوا وبالتالي باش يبقاو في لا فورم ديالهم. دابا الى بداو التدريب تقريبا اللي خصهم اسبوع او اسبوعين راه غادي يكونوا بعدها على الاقل غادي يبداو الريتم، ولكن ضروري انهم في المجموع يكونوا يدوزوا بعدها على الاقل 5 سيمانات حتى 6 سيمانات باش يكونوا في يرجعوا للمستوى ديالهم العادي. ولو اننا قلت لك تفاجئنا لان لقينا اللعابه ديالنا الحمد لله في واحد المستوى عالي في التهيئ البدني، خاص واحد النقطه اللي هي مهمه وهي الذهني، على مستوى الذهني وخدينا قرار باش اننا بسيشيك بيان سور ما يمكنش مهم انسان مسدود عليه في الدار 3 شهور وخصو يتدرب وخصو، هذا صعيبه جدا. وخدينا واحد الكوتش مونتال اللي كتكلف بهذا الجانب هذا الذهني اللي هو اساسي جدا، وغادي يبقى. كنا كنفكروا الاهم كنا كنفكروا ديجا ناخذوا واحد الكوتش مونتال من شحال هادي، ملي جات هاد الكورونا فيروس خديناه يعني اون اورجونس باش يتذاكر مع الدراري ويهضر معاهم في السبور دو هو نيفو، باللي راه كيخصو واحد التهيئ بدني ذهني باش يكونوا في المستوى ان شاء الله. السي الحبيب عندي سؤال اخر، انه تلاحظوا جميع لانه في ظل توقف المنافسات انه كاين هناك ضيق مالي اللي هو كبير، وكما شرطوا ليه ولولا التعاون ديال بعض الاصدقاء لما استطعتوا انكم تديوا المصاريف اللي خاصه باللاعبين واطر التقنيه، اي ما يزيد على 80 عائله كما قلتي 80 شخص. في هذا الاطار بالذات واش ما فكرتوش انكم كنادي ان تروحوا لاعبين باش تبيعوهم، ولا مثلا كاين شي انديه اقتراحات ديال شي انديه يشريو عندكم اللاعبين اللي عندكم المتميزين مثلا باش هو يدخلوا في الخزينه ديال الفريق الاموال اللي تقدر تخصكم من هنا لقدام؟ واش كاين شي اقتراحات شي حاجه مازال ما كاينه شي حاجه ملموسه، ولكن كاين واحد بروبوزيسيون كاينين دي بروبوزيسيون، كاينين بعض الانديه اللي يعني اتصلت بنا وكتذكروا، ولكن ماشي شي حاجه ملموسه، وخصوصا ماشي كاع الانديه اللي كتصل معنا كيتصلوا بنا ديزاجون دي سبورتيف، مي مازال ما كانت حتى شي حاجه وحتى شي بروبوزيسيون اللي غادي تقنعنا حنايا باش اننا نطلقوا شي لعاب باش يمشي. الا كانوا دي بروبوزيسيون حنا راه مستعدين، لان الكره هي هذه، الكره وسنه الكره هي هذه، وسنه الحياه هي هذه، لانه فاش كيكون شي لعاب كيوصل واحد المستوى
خصو كيبان ليه الفريق ديالو صغير عليه، كيبان هو كبير من الفريق ديالو وهو كيتمنى يمشي لشي فريق اخر فاش يستافد رياضيا فاش يستافد وفاش يستافد ماديا. عندي راه شيء عادي يمشي يشوف الكره كيفاش كتلعب خارج المغرب ويشوف واحد العدد ديال الامور، شيء عادي جدا. فاش كنشوفوا شي لعاب كيغادر واحد النادي من الانديه المغربيه كلشي كتبان ليه الامر عادي، فاش كيمشي يخرج شي لعاب الحسنيه كتولي واحد علاش وكيفاش وعلاش، لان حتى داك اللعاب حنا راه كنعرفوا راه ولادنا هادو راه كنعرفوهم كنعرفوا باللي الا وصلوا واحد المستوى كيخصو يمشي باش 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 يزيد في المستوى الرياضي الكروي ديالو مع انديه كبار في اوروبا. الا ما كانش اوروبا يمشيو للخليج للدول ديال الخليج او الدول اخرى، ولكن خصو يمشي يدير تجربه في الخارج باش يكسب تجربه. ولكن اللاعب ولكن كاين بعض اللاعبين اللي الجسد ديالهم راه باقي معانا، ولكن الفكر ديالو والذهن ديالو راه باغي يمشي يحترف. دونك الا بحال العائله، الا عندك واحد الوليد كيكبر من التحضيرين من المدرسه الابتدائيه الكوليج وكيمشي كيشد الباك، من بعد كيخصو يمشي يغادر ديك المدينه او ربما ديك البلاد داك باش يمشي يقرا في الخارج. من مراحل الحياه عامه، هذه الحياه راه شيء عادي. راه لاعبين كبار في الانديه كبيره في اوروبا راه كيتنقلوا من هذا النادي لهذا النادي، هذا شيء عادي. ولا بروبوزيسيون ديالهم حتى هما هي الا كان كيربح. نعم، هذه المساله بالذات، لان بعض الناس اللي هما لا سواء الجماهير لا الناس المتخصصين يقولوا بانه الحسنيه ديال اكادير تتفتقد للتسويق، اي تسويق المنتوج ديالها. سواء اذا ربما خص النادي يفكر واحد استراتيجيه ديال التسويق، لان هي اللي تتمن داك المنتوج، انه كلا اما لاعب اما قميص اما لوغو اما ملعب او فريق الفريق ككل. اذا هذه المساله كاين واحد النقص، وكاين واحد النقص يعني في هذا الميدان هذا في هذا المجال عند الانديه المغربيه ماشي هي الحسنيه. وكنظن ان تاسيس الشركات راه غادي يعطينا حلول، غادي يعطينا حلول في هذا كذلك حتى في هذا الموضوع هذا، لان تاسيس الشركه غادي تكون واحد السيوله في لانفورماسيون، وغادي يسمح لك الشركه باش انك تجيب ان سيرفيس ماركتينغ اللي غادي ينظم الماركتينغ ديال الفريق. وراه اللاعبين راه داخلين في داك الماركتينغ ديال النادي، خصك تعرف العام كامل وانت كدير الماركتينغ للاعبين ديالك باش في اخر الموسم ديك الساعه تلقى نادي تلقى جوج او ثلاثه ديال الانديه كينتظروا هذا اللعب، لان راه خدمتي عليه وجاوا الناس شافوه وتفرجوا في المقابلات ديالو. هذا صافي بارتي دي زوبيراسيون ماركتينغ ديال الانديه باش تسوق. وكذلك الصحافه كيخص دائما الانديه تنظم لقاءات صحفيه مع صحفيين مختصين في كره القدم وفي الرياضه، باش يجيو يشوفوا اللاعبين يشوفوا التدريب ويسافروا مع الانديه مثلا افريقيا في كاس افريقيا وفي البطوله باش يبقاو هاد الناس هادو متبعين هاد الشان ديال النادي عموما. مساله اخرى هو اللي الوقت شويه كيضيقنا الوقت شويه الوقت يعني عندي اخر مساله هي المساله ديال مانشستر سيتي كنتو انه شحال هذه فين وصل داكشي واش القضيه ديال مان سيتي فقط كانوا لقاءات هادشي كيبقى في الدومين ديال يعني الامور اللي ما يمكن ليناش نتذكروا عليها حتى كتبدا وتخرج الوجود عند ديك الساعات نقدروا نتذكروا عليها، ولكن الان راه ما كاينش حتى شي حاجه رسميه وما يمكن ليناش نتذكروا على هذا الموضوع، لانه موضوع مهم ولكن خصنا نتذكروا عليه في وقت اخر ان شاء الله. كنشكرك سي حبيب على تلبيه الدعوه، واخر كلمه للجمهور السوسي عامه
آخر كلمة هو كلمة شكر وكلمة تقدير وحب للجماهير السوسية، لأننا إلا ما كانش الجمهور ما كتكونش الحسنية، ما كتكونش ما كيكونش الفريق. احنا كنشكروا الجماهير ديالنا وكنشكروا الجماهير الرياضية والجماهير يعني بصفة عامة، بعد أولا في هذا الكونفينمون وفي هذا الحجر الصحي، لأننا الحمد لله الناس ديالنا سواسة ديالنا احترموا المسطرة ديال وزارة الصحة ووزارة الداخلية، واحترموا يعني كاع النصائح اللي تعطات للمنطقة للناس ديال السكان ديال المنطقة ديالنا. وداك الشيء علاش الحمد لله الآن حنا كنعيشوا في لازون نيميرو أ مع واحد العدد ديال المدن، ونتمنى ان شاء الله نخرجوا من هذه الازمه الصحيه وترجع الامور الى عادتها، يعني على جميع المستويات، على لا التعليم ولا الصناعه ولا السياحه، ولا نتمنى ان شاء الله البلاد ديالنا ترجع الحياه الى 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 الايقاع ديالها العادي. ومناسبه كذلك باش نشكروا الناس ديال وزارة الصحة، الناس ديال الوقاية المدنية، الناس ديال الأمن، ديال القوات المساعدة، ديال الدرك الملكي، هاد الناس كله راه ضحاو فاش كنا حنا في اون كونفينمون في المنازل ديالنا. راه هاد الناس كيخرجوا كيخدموا ليل نهار من أجل هاد الشعب المغربي، وإن شاء الله نطلبوا من الله باش يديهم الصحة والعافية على سيدنا الله ينصره وعلى الشعب المغربي ان شاء الله بكل خير. والى اللقاء في لقاء مقبل. اذا سي الحبيب الحسنيه في الطريق الصحيح ان شاء الله، في طريق الصحيح وتنمير النون. ارتمنا ان شاء الله كروس نسكر اللقاء اظني، ولكن يقاوين تشلحيت نسول ضروري عطي بكري ان شاء الله ان شاء الله بزاف اللي غاغت فيت بعد الفرصه هاد نجمع هذيك. مرحبا لا اتي التواصل بحد ذاته اتي كل ميد نفرح اللي يعجبت الحال اللي غادي فيت الفرصه يا راك نسني مير راك نتشكر. شكرا بارك الله فيك. السلام عليكم. ان شاء الله. شكرا. تحياتي لجميع المشاهدين والمشاهدات، نتلقاو إن شاء الله مرة أخرى في حوار آخر مع شخصية أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.